هل يمكن أن يكون قائد الجيش اليوم في كلام عن عم تقول فراغ، يعني لأنه الاستحقاق الرئاسي بعده مش ناضج، صح؟ صحيح. طيب. هذا الفراغ في سيناريو بيقول أنه هذا الفراغ سيكون مرفق بخضة أمنية بطبيعة الحال، لأنه البلد أصلاً يعني مخضوض يومياً، مش ناطر، بس ما لأنه فراغ مشاكل معيشية أمنية اقتصادية اجتماعية، عم نشوف قوارب الموت، عم نشوف مبارح اليومين صيدا كانت يعني مشاكلها كتير كبيرة. صحيح. عم ينفجر. صحيح. الشارع. صحيح. أنه هذا الفراغ المرفق بانفجار الشارع تحت أكثر من عنوان المصارف مسكرة، يعني البلد مش هذا سيكون مقدمة لانتخاب قائد الجيش جوزيف عون رئيسا للجمهورية مرفق بانضاج التسوية داخليا وخارجيا، شو رأيك؟ خليني بلش لك موقفي الشخصي، انه تنتخبي العماد جوزيف عون رئيس للجمهورية لانه جوزيف عون او لانه قائد جيش، هذا لا يقدم اي حل للبلد. ومش هيدا المرجو ولا هيدا المنشود، بس خلينا نرجع نفكر بمثل ما كنت عم تقولي بعمق المشكله. نحن اليوم بس اللبنانيين يحاولوا يفكروا وعن جد يغمضوا عيونهم ويشوفوا نحن وين. نحن مش بنهايه ال 64 مثلا انه فؤاد شهاب بني الدوله وركز كل اسسها واجا بلحظه انه عنده طرف ينقوا بين شارل حلو او عبد العزيز شهاب. نحن مش بال 98 بلد كله ممسوك تحت جزمة الوصاية السورية وما حدا قادر يتنفس، وقعد حافظ الأسد وبشار الأسد وقال له تعال نشوف مين أفضل لك، إيميل لحود أو سليمان الفرنجية. نحن اليوم قدام مخاطر وجودية. واللي بيقول لك إنه إيه لا إنه لبنان بيبقى وفي حمايات وفي عنايات، هيدا حكي شعر بلا عنده أي تداعيات. نعم. على الأرض نحن في عنا ثلاث مخاطر. أول خطر جوزيفين، نحن كبلد اليوم نحن قدام بلد عاطل عن العمل، البلد نحن في نموذج اقتصادي كامل انهار. نعم. من ثلاث سنين. مم. يعني مش بس عم نحكي انه مش عم بيأمنوا كهرباء ومش عم بيلموا زبالة، لا نحن بلد اليوم ما بيعرف شو بده يعمل الصناعة، ما بيعرف شو بده يعمل الزراعة، ما بيعرف كيف بده يأمن مصارفه وكيف بده يأمن مستشفياته ونظامه التربوي. نحن بلد كامله عاطل عن العمل لأنه ما بقى عنده نموذج. ومن ثلاث سنين لليوم ما في ولا أي فريق سياسي طلع عطى حل لهذه الأزمة الوجودية يلي ممكن أنه عن جد بحد ذاتها تلغي البلد بشكل كامل. عندهم مجموعة من الشتائم جاهزة بيطلعوا فيها كل قوى السلطة، بس ما حدا أجا من ثلاث سنين قال شو الحل. الخطر الوجودي الثاني، اللبنانيين عم بيفلوا جوزيفين. وهذا مش كلام كمان نطلع فيه بس ناس معترين يموتوا بالبحر، لا هيدا كلام ثابت صار له من وقت ما خلصت كورونا. لبنان ينزف شهريا بين 8 و 10,000 انسان من مواطنينه. نعم. وهو القوة العاملة بالبلد، وهي مش كمان مش حكي. بتعرفي احد الخبراء عمل دراسة ميدانية احصائية عن الهرم العمري بلبنان ما استرجى ينشرها لأنه المؤسسات الدولية بتعرف نتيجتها وبتعرف شو معنات أنه الهرم العمري تبعك يصير رأسه أوسع من قاعدته، يعني مجتمعك بده يطق وبده ينكسر، وهذا الانكسار بيعني زواله. ما استرجوا أنه ينشروا، اللبنانيين عم بيفلوا نتيجة الخطر الأول في خطر الديموغرافي. ثلاثة، أنت قدام خطر ثالث، الدولة عم تتفكك، الدولة عم تنتهي، مش بمعنى انه في تفصيل من هون وتفصيل من هون. الدولة كخيار امبارح ما بعرف اذا قدرتي شفتي بيان صادر عن احدى العشائر بموضوع حادث صيدا، ما بعرف اذا صار لك تشوفي مضمونه. نعم. بيقول البيان انه نحن بنطلب من الاجهزة انه يجربوا يعالجوا الموضوع، والا طبعا نحن بنتولى مش اللي قام او المشتبه فيه بالجريمة، عائلته كلها، وإذا حدا بيوكل عنه محامي من حاسبه زيت شيء. هيدا البيان بتفهم شو عم بيقولوا. الناس صارت عم بتفكر انه هن صاروا مش بلا دولة، صاروا بمرحلة ما قبل الدولة بلبنان. وهيدا برجع بقول للبنانيين، تعرف شو معناته؟
بلشنا نسمع علنا انه في عند الناس صارت خيارات مغايره للدوله، ما بقى بدهم الدوله، في خيارات اصغر من الدوله، في خيارات غير الدوله، في خيارات دوله مختلفه غير لبنان. نعم. طيب هودي ثلاث مخاطر عم بينصفوا البلد. انا كمواطن شو عم بجي اقول؟ عم اقول خلي هذا الاستحقاق الرئاسي ينبش عن شخص او عن مشروع او عن مؤسسه ترد وتجاوب على هالمخاطر الوجودية. ثلاثة، شخص أو مشروع أو مؤسسة. واحد، هيدا المواطن اللي عم بفل إذا انتخب هيدا الرئيس يوقف ويقول خليني أنطر، بعطي فرصة، خليني أنطر بلكي في شيء. اثنين، يقول إنه هيدي الدولة لا فيها تكون خيار لإلي. ثلاثة، تعطي ثقة للمجتمع الدولي إنه خلي لا ممكن هيدا المجتمع يرجع يعيش، خلينا نرجع نأمن له قروض وهيبات واستثمارات تعيشه. هيدا المطلوب من الاستحقاق الرئاسي. اليوم أي شخص أو مشروع أو مؤسسة بيعطوا هودي الثقة للبنانيين أنا مستعد أعمل له معركته. أنا أعتبر أن جوزيف عون من هذا الموقع يعطي هذه الثقة للبنانيين بهيدا المشروع. يعني انك ترجعي، وهيدي قلتها ورح ضل اقولها، ترجعي تعملي تجربه شهابيه جديده لانقاذ البلد. اذا حدا تاني قادر يامن هذه الثقه الثلاثيه للدوله وللمواطن وللمجتمع الدولي، يلا خلينا نعمل له معركته. طيب. بس اذا حدا حابب يحط على السي في تبعه انه مرشح رئاسي، او حدا حابب يجمع شويه مصاري زياده، او حدا حابب يعمل كيديات، هلا مش وقتها. نعم. هلا في بلد عم بيموت. اوكي، معك بكل شيء عم تقوله، بس بدي اسالك عن هذه التجربه الشهابيه. اليوم الكل يدرك بأنه حتى لو أراد مثلا قائد الجيش جوزيف عون بالحيثية التي يتمتع فيها أن يقوم بتجربة شهابية، فهذا لن يكون قادر عليه إلا إذا كان عنده نقاط قوة. النقاط القوة هي أولا إرادة دولية بالمساعدة، ثانيا إرادة داخلية بالمساعدة. اليوم هل هذه الطرق هي متاحة، خصوصا وأنه في كلام عن أنه الرئيس ميشيل عون عندما وصل إلى قصر بعبدة، وأنت أكثر العالمين، كان يريد أن يقوم بتجربة شهابية أخرى بتعزيز دور المؤسسات. صحيح. إلا أنه الكلام اللي كان حول الرئيس ميشيل عون أنه من بعد سنة سنتين من عهده كان جوبه بحرب دولية، عم قلك شو بيعتبروا، لأنه لم ينصاع إلى الإرادة الأمريكية حول ملفات خطيرة بالمنطقة تتعلق بحزب الله وبصفقة القرن وهيدي يعني هذا المسار. فاليوم هل نحن بلحظة سياسية وتقاطع سياسي دولي داخلي يسمح لتجربة فؤاد شهاب جديد؟ بتقديري الاستحقاق الرئاسي سيدخل في فراغ بانتظار هذه التسوية التي ستكون جاهزة لتجربة شهابية جديدة. بس خلينا